بدي أحكي عن الأسبوع يلي بيبدأ السبت 20 كانون 2 يناير وبينتهي الجمعة 26 كانون 2 يناير 2024. شو هني أبرز أحداثنا الفلكية عن هالأسبوع؟ أسبوع جديد وأحداث فلكية جديدة ما بتقل أهميتها، أخبار وتوقعات السنة الجديدة، أسبوع مهم جدا بأحداثه المتلاحقة يلي بتنقلنا من مرحلة لمرحلة جديدة مختلفة تماما عن سابقتها. 4 أحداث مهمة بتطبع هالأسبوع المفصلة من الشهر الأول من السنة الجديدة. والحدث الأبرز والأهم اعتبارا من تاريخ 22 كانون الثاني بينتقل كوكب بلوتو لبرج الدلو، ومع دخول بلوتو لبرج الدلو رح ترتاح وتتنفس الصعداء كل من مواليد الحمل، السرطان، الميزان من بعد معاناة وتراجع وتأخير وعرقلة وحزن داموا 30 سنة، يعني سنوات طويلة كانوا عم بيعيشوا هالمواليد أجواء صعبة. إن وجود كوكب بلوتو بالدلو يلي يعتبر برج الحرية والتحرر من القيود والاستقلالية واللي بيرمز للثورة والتمرد والدفاع عن قضايا عامة وميل إلى التطور والتجدد والنظرة المستقبلية للأمور يستقر في مدة طويلة، ما يعني فعليا انتقال العالم لعصر الدلو. وجود بلوتو ببرج الدلو بيكون دليل على اكتشاف تحولات مهمة بالعالم، منها سعي السلطة القوية المؤثرة للهيمنة على مقدرات العالم وأنظمته والتحكم بمصير بعض الشعوب. كما أن بلوتو هو كوكب السلطة والهيمنة وفرض النفوذ، ومن هون منعرف بيكون الخوف من فرض واقع جديد عبر التلاعب بالوضع النقدي أو عن طريق الطاقة التكنولوجية المتطورة مثل الإنترنت، الميديا، آلات الذكية، يعني العالم الرقمي كمان باختصار الذكاء الاصطناعي، وبحجة الشغل من أجل إحلال السلام والأمن والرفاهية والصحة. ولعل الخطر الأكبر يلي بنخشاه وبيخشاه الجميع هو اندلاع الحروب النووية يلي بتشمل مختلف دول العالم. الحدث الثاني البارز هو انتقال الشمس من برج الجدي لبرج الدلو الهوائي، وبتعلن عن شهر شمسي هوائي مميز بيوعد بالنجاح المهني، وبتكون بداية انطلاقة لاتجاه جديد أو تغيير أو ارتقاء إلى موقع أفضل أو الحصول على أرباح مالية. بتخلي مواليد الدلو يستعيدوا ثقتهم وسيطرتهم على الأمور، وبيشوفوا الأشياء من منظار تاني، وبخف الضغط الصحي والمالي لكل من مواليد الجوزاء، الميزان والدلو، وهيك بتنعم مواليد الأبراج الهوائية بسلام معنوي. الحدث الثالث هو انتقال كوكب الحب الزهرة لبرج الجدي من برج القوس الترابي، واعتبارا من تاريخ 23 الشهر يلي بيشير لأجواء عائلية دافية، بتخلي مواليد الأبراج الترابية بصحة ومحبة وسلام، وبتحدث عن تفاهم روحي وفكري وعن صداقة متينة، وبتخليهم بانسجام تام مع الأحبة والأصدقاء. الحدث الرابع والأهم كمان عنا اكتمال القمر ببرج السرطان يلي بيصير مرة بالسنة بين الثلاثة والخميس، وهيدا حدث كتير مهم، ومثل ما قلنا بيحصل مرة واحدة بالسنة، وبتكون له معطيات إيجابية رابحة ومساعدة لكافة مواليد الأبراج المائية السرطان، العقرب والحوت. بالنسبة لحركة القمر عن هالأسبوع، رح تعيش مواليد الأبراج الترابية مع وجود القمر ببرج الثور نهار السبت أجواء حلوة، وبيكون عنا مثلث فلكي مع الشمس بآخر درجاتها من برج الجدي، وبتكون بداية أسبوع مشجعة على تجربة جديدة، رغبة بالسفر والترويج لأفكارهم. بينتقل بعد القمر للجوزاء يومي الأحد والتنين، وهون بتكون الشمس انتقلت لبرج الدلو، وبيكون عنا مثلث فلكي مع الشمس من الدلو، بخلي مواليد الأبراج الهوائية يتحلق بالعالي جوزاء الميزان والدلو، وبيكونوا مفعمين بالنشاط والحركة والتغيير بحياته. بينتقل بعد القمر المكتمل لبرج السرطان المائي بين الثلاثة والخميس، 3 أيام بيكونوا استثنائيين من الحظ لكل من مواليد السرطان، العقرب والحوت. بنختم الأسبوع من عن نهار الجمعة انتقال القمر للأسد الناري، وهون كمان بيكون عندنا مربع فلكي مع الشمس من برج الدلو، وبيخلي مواليد الأبراج النارية يعيشوا أجواء حلوة إيجابية، وبيقدروا يديروا أمورهم بنجاح وأعمالهم بأطمئنان، وبيكثفوا تحركاتهم وبيدعموا أقوالهم بالبراهين. بالنسبة لحركة الكواكب رح تكون على الشكل التالي: الشمس، المريخ، عطارد والزهرة ببرج الجدي، زحل ونبتون بالحوت، المشتري وأورانوس بالثور، وبلوتو قلنا مثل ما قلنا ب 22 شهر بينتقل لبرج الدلو.
واكيد هابي بيرثدي وتحيه كتير كبيره وينعرض على مواليد هالاسبوع من برج الدلو الهوائي يلي بانتظارهم سنه مهمه جدا بتسيطر او بيسيطر عليها المجد المد والجزر وبتكون متارجحه بين الايجابيات وبعض الصعوبات، لكن الارتياح والنجاح الاكيد رح يكون اعتبارا من تاريخ 26 ايار مايو مع انتقال المشتري كوكب الحظ لبرج الجوزاء الهوائي الصديق، ما يعني انه رح تصير عندك استقرار مكاسب ورح تكون مستعد للتخلي عن جزء من الماضي. ما رح يمرق شهر بدون اعادة النظر ببعض الخيارات الحلوة والسعي الى ترتيب اوضاعك ان كانت مهنية او مالية او احداث تغيير بحياتك بيسمح لك القسم الثاني من السنة انه تسيطر على امورك بشكل افضل واوضاعك المهنية والمالية رح تتخلص من ديون واقساط ومصاريف وبتلاقي استثمارات ناجحة. رح تثبت اوضاعك وتتوصل لاستقرار المنشود عاطفيا. بفصل الربيع رح تشعر بدفء اكثر بالعلاقات وممكن هالامر بيحمل لك إيه كوكب الزهرة يلي بيحمل مفاجآت وبوح بالحب والاستقرار وحتى الزواج والهدايا والاسفار. مولود الدلو بيتوافق بالحب مع مواليد برج الثور والاسد.